إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوكبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللباد حاشد اللباب قولي شنية الضباط ملاحظة النحوية وادب ايجيد يتشلع لغو سمين ايا او سيكوبا لو ايجيو حق النحوذة اما دين عن النحوذة وحانا اي كهالي سا ان نكرتو مقع ليلاوا ان نكرو مد ان لقرنين لما قرنين معنيه دو حوي مقع سعد قار اوليه مجرتو ومقع قود او ضدك اما عدو مقع او يهي كد حيا والمعرفة يا مقع لقرنين مقع لقرنين حوي مقع عد قار او كليا ومقع النكره والمعرفه هضبه النكره او ام مقع ان لغرنين او ان لغرنين معني سو ولا غرنيا مقع لكن عد قاره مله يو والمعرفه مقع على لا معرفه او مد لغرنيا عد غونيا مقعو ايان كتلمامينا الاسم مقع قسمان لبا قيود بو كلا بها نكره مقع ان لغرنين او عد غونيا ان لهين معني سو ولا غرنيا لكن عد قاره مله وهو مقع ضدك كدحايا ما عدو مقع ايهاي يو معرفة مدل قرن ايو وعدقوني كقارو مقعوا هذا بقى نكرة كآل لقرنيني وتدل وحي تلمانتا على شيء نكرة وحي تلماميسا شيء او مقعوتهاي غير معين مد آل لقاريين ومقع قود باليلا والمعرفة معرفة وتدل وحي تلمانتا على شيء معين شيء لا مقعابي امال لقاريين وقوني اه او مقع عد او قاروي ودرس برو واللاحد ونفيرسو النكرة طبان كورينين جاء الرجل نمبا يمد ننكاسو كبير وين مقع الرجل ليلا ونكرو معنيه سوى الله يقرن يوانين لكن ومقع عرق اوضا مكالالحين اوضا حيا او شايع في جنس يبا ليلا نين اوضا مباسو قلي رأيتو حانا كي شابا انا دلين راء كسولا ووهسي بضمان كي شاب مرك ليلا إنن كستا أو دائر أيام مقع الله استعمالك راع إذا عد كمالها وأن كرا مركا سافر وح صعود علي طبيب من دختر أيام بالطائرة ديارتك صفري طبيب ودختر إنن كستو أقوني هن علم دختر نمضي قارنبا طبيب الأورنيا عدنا قار ما هم قعو وعدي مهنة أما شغلة تقارن نجح وح قوليستي طالب الأرض بأكو قوليستي في الامتحان امتحانك أرجع طالب ليلا قف كست أوح برنايا أي الله استعماله دمدنا أرجع لما كلام قع صلى واحد كذي شاب إن اللي يرى الفجر صلاة الصبح في المسجد بكون كذي شاب واحد الله استعماله يا وارنا كرو وما قع على كرالهين ضمان دائرة أو ضم بالله استعماله ضافة وحكو ورقي حاج من حاج يا ورقي سبعة أشواط تدو ورق بكعبة كورقي قف كستو حاجة أو شوط حاجة وحلا هذا قف كستو سو حاجة أو كم ذا تذكى يعني مسلمين توه مقع جود أو ولي بس فاء أو عدي حاجة أون مقع شقذا مارته كشقير سمركا كتبت امرأة قبر باقرتي رسالة ورقد أرجع امرأة ومقع جود قبر أو رم بالله استعماله عدكار أوله مشرتو نكر الله إلى هذا المعرفة اسمك على قرن يا كموي جاء الرجل نكي بايمد الكبير وينا مركا رجل وانا كرو مركا اشل قليه معرفه نقضا نين قاربا الله استعمالا نينكي وينا با يمد ورأيت وحان اركي الشابة انا كده لنيرد اها الكسولة اي وهسك بدنا اريقا الشابة مركا اللي قليه معرفه نقضا انا قار ابو نقضا اولا قرنيو يا اسلا قرنيا لابدا اسو الشيقي يا اسلا قرنيا سافر وحا سعوداري الطبيب نينكي دخترك اها بالطائرة الديارة بكو السعوداري وفرس الطبيب وحا لقلي المعرفة نقونية يا لختر كاها قرنية لبدا نسو شيئا يا إسلا قرنية نجح وحا قولي استي
عبد الله ننك الليلة هذا وحقوق ليس في الامتحان عبد الله هو مقع معرفة أو قفكار الله بحيه مركز قفكار الله بحيه محال لو قلت سيدا قفل بقوني سال الله بحيه داد كيسا أويقانه عبد الله انت الليلة هذا بضانت عالمك لكن عدو لبا مركز الله بحيه قاربا قفنا الله بحيه عدي تقانه مقع عمو تقانه أو ماركتي مقع عن ساقن بو أقاري هدي تبنين هكا فرليان ومد عبد الله لا ما بقول شغل مد عبد الله هي كاسا مقع قارو له دبدنا ويل او يقانا ددك او يقانا مقع معرفه مركه عالمنا ولايدا او معرفه الى لخ قيبود سياه عالم وي سلام محمد محمد با توكدي الفجر صلاه الصبح في المسجد بو توكدي محمد واسم معرفه عالم او مقع قف قارو له هي ويان معرفه نقونيا مركه طاف خالد خالد نكرا و هو كو ريه كعبدا سبعه اشواد فضبط جير بكوريجي مقع خالد ومقع معرفة أو أقار قف قونية كتبت عائشة عائشة واحد قرتي رسالة ورقة بقرتي مركع عائشة ومقع معرفة أو قف دمر أو قونية تدريب إما كان هو ليلس حول واحد كأبدشاء الاسم المعرفة اسمك معرفة إلى نكرة اسمك لقرنية كتشرة واحد صوص عضا كوان لقرنين كدك والنكرة كأن لقرنينة إلى معرفة من لقرنا يكدك ومما تحته خطم مقعيدة حريق لقوه أصغري كي معرفانا نكرا كدك كنكرانا معرفة كدك كما في المثال سات سؤالان قرن واحد وحوي لا يجد مهليان مهلي أشاب نكرا لن يرده عاملا شق مهلي دبنا نوحي لي لبدا أحمري حريق دبنا حوانا سأل لا يجد شاب مهلي إن لن يرأه العامل شق مهليو saasu u qoray markii hore kor wuxuu ahaa ashab oo wuxuu lahaa inanka dhalinyarada ah inanka dhali inankii dhalinyarada ah ahayd mid la garanay ahayd caamalan shaqo ma hayo ayay ahayd imka ashabu macrifay hada xaqan waxa laga dhigana kiro oo ashiba laga gooyay shaabun balay ee kada caamalan xaqa hore ma hayadna kiro xaqan alba laga gooyay macrifa laga dhigay kuwa damaanad oo go'aan soo qaado rakibtu waxan fuulay as sayarata baaburki sayarada xariiq ku hoos yaala downa hata rakibtu sayaratan babur baan fuulay markii hore babur la garanayay buu ahaa talaata raa muhammadun muhammadu wuxuu arkay daairatan diyaarad buu arkay xariiq u daairatan buu siyaala waana nakiro macrifa ka dhig waxa tiraada raa wuxuu arkay muhammadun muhammad ad daairata diyaarad buu arkay waa tu la garanayay markaa arbaca hunaaka halka waxa jooga muhaajiruna dad qoxoontiye baa jooga muhaajirun ayaa la hoos dhigay oo nakira markaa waxa ta hunaaka al muhaajirun halka dad kuwi qaxoontiga aha ayaa jooga qaar la garanayo ka dhig khamsa hadii tani bilaadun waa wadamo mutaqaddimatun horumartay halkee la hoos dhigay imka waxa la hoos dhigay bilaad dabadeedna taa waana kiro macrifow hor waxa hadii tani al bilaad waa wadamadi al mutaqaddimatu sifadooda macrifay noqonaysa marka ee horumartay sita ash shabaab dhalinyaradu yuhibbu waxay jecel yihiin al amala ay jecel yihiin markana kare kare waxa taada شباب دلين يرو يحب جعل العمل سقد جعل سبعة قاد زيد زيد وحو غامي الجيش عيدن كده الجيش باخذ كوس يلا وا معرفه نكره واحد كده تو هذا قاد زيد زيد وحو غامي جيش عيدن بو غامي دي marka عيدن لا غرنيه ماها وانا كلين و رغينا ثمانية لديه اكتيس وحيا لا نكا خبره وايا ارغنمو kaafiya tun ku filan ayuu u leeyahay shaqada marka hadaba waxa la dhigay khibra taa macrifu hatta la deeyay al khibratul kaafiya al kaafiya wuxuu leeyahay khibradii ku filayd ayuu leeyahay oo shaqada ku wadi laha iyo aragnimada tisca hada shaabun kan waa in dhalinyaro ah qawiyun oo xoog badan hadaba shaabun baa macrifa loo rogaya hada kan ashab waa in kan dhalinyarada ah al qawiyu ee xoog badanaa haddaba al calaaqatu xiriirka ka dhaxeeya bayna al aabaa'i aabayaasha iyo wal abnaa'i innamada ay dhaleen waa calaaqa caynkii ah calaaqadaas ama xiriirka u dhaxaysa maxayse ku wanaagsan tahay inay noqoto khaalidun inaan kale ilaahay wuxuu yiri u fakir waxaan aad uga fikiraan ka fiirsada oo aan isweydiiya kathiiran in fara badan fi mawduuci al calaaqati mawduuca ama arrinka ah xiriirka u dhaxeeya بين الآباء آبياشا وحدري يولا منعين نمضى أي دلين أو بين الشباب تدك الدعا دير أي دلين يردع يوشي يوخي أضياشا أيان آذو غفي كرابون إنه موضوع عاسي موضوع وأرهن مهم آذ أمهيم يقيم أبدا
حسن حسن وحو يري اختلف وان كاد وانا معك اديكا يا خالد خالدو هذا الموضوع موضوعا هذا الموضوع موضوع ارنكني غير مهم مد مهم او قيمه بدن لما حيلك كدخايا اودياشي دلن يرد ايو يري محاي يلي بو حسن لان الدور الشيوخي كالنت كل هياد اودياشو اي كل هاين امه مجتمعه قد انتهى ودماده waxay tari karayaan nima jirto fil hayaati nolosha dhaxdeeda nolosha guud ahaanba kaalintii kaga jireen iyo wixii macna ay lahaayeen oo dhamo soo dhamaaday yajibu waxa waajiba an yaatamida inuu ku tiirsanaado al mujtamaa bulshada iyo ummadu ala shabaab dhalinyarada waxdahum kalidood kuwa maanta dhaaminaya ee wax taraya gaadiidkii xoogalihi kuwa weeyaan in dhalinyarada uu mujtamaa isku haleeyo hawshi soo dhana galiyo ayaa muhiim u odayaasha dibada loo tuuro oo yaani arrinkaba laga saaro haysan noolaadaan intee si noolaanayaan laakiin waxba aan la weydiin ayay ku wanaagsan tahay guud yuusuf wuxuu yiri atafiqu maca khalidin anuu khalid baan raacsanahay oo aan ku raacsanahay fi ahamiyati almawduuc arrintani inay arrin qiimo badan tahay in ay xiriir wanaagsan yeeshaan odayaashii dhalinyaradu waa akhtalifu waan ka duwanahay maca xasan ninka xasan eele odayaasha waxba loogama baahna waan ka duwanahay buu yiri war ra'yi aniga aragtideyda iyo taladaydu waxay tahay anna almujtamaca in wuxuu yidhi bulshadu yaxtaaju ay u baahan tahay ilaa quwati shabaab dhalinyarada xoogga ay leeyihiin maanta xoogga xagga jirka iyo xagga caqliga iyo xataa xagga aqoonta iyo kartida iyo xagga hal abuurka xoog badan baa dhalinyarada ku jira bulshada iyo ummadoodu way u baahan tahay xoogga anu saasaan u arkaa oo iyo watajribati shuyuukh eg iyo waayo aragnimada odayaasha macan labadaba inay u baahan yihiin oon mujtamacu iyo bulshadu iyo ummadii aanay ka maarmin dhalinyarada xooggeeda oo xagga aqoonta iyo firfircoonaanta iyo kartida iyo maaragtay hal abuurka iyo hamiga ay xambaarsan yihiin waa xoog dhaqaajiya dhalinyarada iyo adkaysiga ay u leeyihiin shaqada laga maari maayo waayo aragnimada iyo khibradda ay odayaashu leeyihiin laga maari maayo oo waxay tilmaamaan xoogga halka ku wanaagsan lagu bixiyo meesha xunna laga lixiyo ilaa waa rag waxaan soo maray xasan xasan wuxuu yidhi laakina shuyuukha hase yeeshe haddaba odayaashu yuriiduuna waxay doonayaan farda aaraa'ihim aragtidooda inay waajib kaga dhigaan oo ay ku khasbaan cala shabaabi dhalinyarada oo waxay leeyihin waxaan anagu ogol lahay mooye wax kale ha ku shaqaynina fii kulli shayin wax walba waxaan odhanay anagu waxaan u aragnaa saasaa saxa sidaasuu yeela waxaana marar badan dhacda odayaasha waxa ugu waaya aragsan meelaha qaarkood noloshu se u socoto kuwa yar baa uga aqoon badan oo waa qacaan iyagu aqoon ba iyo iminka jira kuwa yar baa la fahma iyaguna tooyii hore inta badan ku taliyaan waxaa kaloo jira waxyaabo fara badan oo aanay kuwa yarri garanayn oo mustaqbali ah oo ku soo socda ama qaabka waxaan u socon doonaan oo odayaasha looga baahan yahay oy hore u soo mareen marka odayaashu wax walba waxay ku qasbayaan buu dhalinyarada fii kulli shay wax walba waxaa odhanayaan fii ikhtiyaar alistiqa saaxibada markay xulanayaan waxa odhanayaan war saaxibada xunxuneysaasa iska daaya kuwa wanaagsan cayn ka sa raaca dhalinyaraduna qaar ayagu jecel yihiin bay odhanayaan kuwaasaan raacayna wa zawjati xataa markaad gabadh guursanayso way ku soo faragelinayaan waxaa ku odhanayaan kay guursa inanta ila hebel taasaa wanaagsan tana caynkaasa tu caynkaasa guurso ka yarina isna hawadiisu la ciyaaraya tu isagu doonayo garanayo ayuu guursanaya wa nooca diraasati xataa xagga waxbarashada kaasoo faragelinayaan oo kuna cilmiga caynkaas odayaashu baro way kuu qasbayaan kolba waxbay kuula imanayaan buu yihi xataa balwa xataa fi lmalaabis xataa maryahaagay soo dhex gelayaan dharka allatii dharka yalbisuunha dhalinyaro xidhanaya o dhan dharka noocaana iska daa waa dharka ay xidhaan dadka ciyaala suuqa ee aan wanaagsanayn dharka hagaagsan gasho dharka ummadda wanaagsan gasho dharkaagii way faragelinayaan gabadhaad guursanaysa way kuu qabsanayaan waxay haddii aadma shaqadaad raaci lahayd saaxiibadaadii allaal waxay nabadgelinayaan ma jirta buli odayaashu waana muran miiran oo maaragtay aanad ka badbaadin arrintan arkaa in layskaba daayo odayaasha wanaagsan buu isagu leeyay khaalidu khaad wuxuu yidhi lishuyuukhi aara'un war odayaashu arrin iyo talay leeyihiin weli shabaabi aara'un dhalinyaraduna tala iyo arrin gaara bay leedahay oo kala duwan waxaan had iyo jeer kala duwa wuxuu ninka weyne soo arki jiray iyo waxaan maanta joogaa xagga nolosha lafteeda isbedesha oo wax odaygu hore u yaqaano imika shaqaynin baa jira wax kan yari aanu ka warhayn oo iman doona ama nolo maanta u qurux badan berri ka xumaan doontaana way jirtaa waxbay kala duwan yihiin haddaba wax odaygu xiisaynay aanu odaygu xiisaynin oon macan u samaynin oo inanku jecel yahay baa jirta
waxaan ku aan waaragnimo walaalahay dhibaato ba jira waxaan oo dhanba araadood inay wada arkaanay isla adkaata warka wuxuu leeyahay waradiyashu taladooday leeyeen arin dhalinyaro taladooday leeyeen ee wajib waxa waajib uu hadaba an yahtarmayna xurmeeyo kullu fariiqin koox kastaaba araa al fariiq al aakhar kooxda aragtida iyo aqliyada iyo fikirka qolada kale in xurmeeyaan uba wanaagsan odayaashu dhalinyarada ay tixgelin siiyaan oo taladoodu waxay ka qaataan dhalinyaradu inay talada odayaasha wax ka qaataan meel dhaxal isugu yimaado oo haddii la wada shaqeyn karo oo mid walba waxa wanaagsan dhalinyaradu waxa wanaagsan hayaan la qaato odayaashu waxa wanaagsan og yihiin la qaato dabadeedna talada meesha wanaagsan la dhigay ku fiican tahay buur xasan xasan baa wuxuu yidhi abi aniga aabahay yucaamiluni wuxuu ila dhaqmaa mucaamalata alatfaal sida caruurta loo dhaqmo ila dhaqmaya nin weynna waanahay walaa yastamicu mana dhegaysanayo ilay aniga wax allaala wuxuu iga dhegaystaa ma jirto walaa yataxaawaru macay ila sheekaysan maayo ila doodi maayo arrintana ila eegi maayo wuxuu ila rogrogayaana ma jirto war waxaa yeelun buu odhanayaa buur waxyaabahaasna khalad yihiin baaba laga yaaba oo marmarba odayguba uu qalday wax aanu garanayn isku qaaday odayga laftiisa yuusuf yuusuf wuxuu yidhi abi aabahay yucaamiluna aabayaashdu waa kala duwan yihiin wuxuu ila dhaqmaa mucaamalata alastiqa sida saaxiibadu u dhaqmaan oo annagu aabahay walad iyo waalidu saasoo kale uma dhaqana oo ma kala xushoonee waxaan u wada dhaqanaa si laba saaxiiba oo wada tashanayo yastamicu ilay wuu dhegaystaa aniga wayu xaawirin uu la sheekaystaa waanu ila doodaa waanaanu ka tashannaa arrimaha wayaxtarimu aaraai araati ra'yigeyga iyo taladeeda uu xurmeeyaa waatabicu nasaa'ixahu annagu waanooyinkiisa waan raacaa oo saasaan u dhaqanaa kala doonayaana waa talada la doonaya waa taa in aabaha inankiisu waxna isweydiiyaan wada tashadaan marar badan baa inanku odayga ka caqli badiyaa asirkiisa abuur ahaanba oo odayganiba uu fahamkiisuba hooseeya oo inankuba ka horeeya odaygu markaa uu ku dawaqaa kacaynkaasa oo wax aanu arkayn ayuu tusayaa maskaxda iyo jirku si uma wada koraan waxaa la dhahaa maskax 80 jira waxaa la dhahdaa waxaa jirta maskax 80 jira oo ku yaro 15 jira ku jirta iyo jir 80 jira oo maskax 15 ku jirto ayaa isku dawaqa waxaa isugu dawaqayaan odaygani ma fahmay waxa ninkani ka hadlayo ninkan wuu saxan yahay ka yar markaa indhihiisuna waxa arkay waxaan odaygu arkayn odayguna wareeraya markaa marmar odaygu aragti dheer leeyahay waa aragnimo leeyahay caqlina u dhashay oo keer ka horeeyaana way jirtaa marar isu dhowiina way jirtaa isu wada geeyo waxay muhiimadu tan wax laystuso oo labadu kala qaataan talada oo kolba ka talada faacan la raaco ama midba hadduu mid ku fiican la isku daro labadii khaalid wuxuu yihi haadaa takuunu hakadaa saasay takuunu noqoto alcalaaqatu xiriirka bayna shabaab walkhushuuq u dhaxaysa dhalinyarada iyo odayadu waana cayn kaa noqotaa wax la isweydiiyaa oo la wada tashadaa isticaab haddaba oo ah yacni in la fahmo xiwaarkii aynu wax kala soo baxno tadriib waaxid waa leyliska koowaad ba calaamata sawaab calaamada sax dhig oo calaamata khata ama ta khaladka dhig labada kolbataadu aragto hadallada soo socda uma saxix ilkhata halkaad khaladka saarto sii saxda ahayd adigu sheeg asawaab wixii oo wada saxana dhinacaa laymanka lagu dhigay ku wada qor saxdiyo khaladkana halkan afar geeslaha ee bannaan ayaad kala saaraysaa waaxid yufakiru khaalidun khaalid wuxuu ka fikiraa oo ka fiirsaa isweydiiyaa filcalaaqati xiriir ka dhexeeya bayna shabaabi dhalinyarada iyo washuyuukh odayaasha taasi waa sax xasanun xasan itniin xasanun ninka la yidhaah yactaqidu wuxuu aaminsan yahay ana dawra shuyuuq kaalinta odayaashu ku lahaayee nolosha qad intahaa inay dhammaatay taasina waa suu aaminsanaa waa sax talaata yaraa yuusufu yuusuf wuxuu arkaa ana almujtamaca in dadweynuhu iyo ummaddu yaxtaaju u baahan yahay ilaa quwati shabaab xoogga dhalinyarada iyo wa tajribatihi waaye aragnimadiisa taasi waa qalad oo waaye aragnimo weyn dhalinyaradu ma leh ee wuxuu arkayey ilaa quwati shabaab iyo wa tajribati shuyuukh ayuu isagu arkayey odayaasha waaye aragnimada leh taa waa la qaldayaa markaad saxaysan waxaad odhanaysaa yuusuf yaraa yuusuf an yajtamaca ana almujtamaca yaxtaaju ilaa quwati shabaab wa tajribati shuyuukh ayaad xagga saxda gelinaysaa marka arbaca waalidu xasan xasan aabihi yucaamiluhu wuxuu ula dhaqmaa xasan mucaamalata alastiqaa sida ay u dhaqmaan saaxiibadu ula sheekaystaa ula tashadaa taasi waxaad odhanaysaa waa qalad waxaanad xagga kale ku qoraysaa waalidu xasan xasan aabihi yucaamiluhu wuxuu ula dhaqmaa mucaamalata alatfaal sida caruurta khamsa yuusufu yuusuf yacmalu wuxuu ku dhaqmaa binasaa'ixi waalidihi talooyinkii waanooyinka aabihi taasina waa sax tadriib taani layliska labaad ajib ka jawaab bikhtisaarin si kooban camaa yali waxa soo socda waaxid waxa weeye su-aasha koowaad
في أي موضوع وما حي أرنك يتحاور أي كدوديان الاستقاء صاحبة ما حي كدوديان وحي كدوديان العلاقة بين الآباء والأبناء بي كدوديين اثنين من كان رأيه أفضل يا أقول رأيه وناكسن وحي أقول رأيه وناكسن يوسف أولوالا وتشدى أبويري ثلاثة هل يفرض أشيوخ آراءهم على الشباب ميه كواتبيان أضياش رأي قود أما التلدودة للي يرد إلى هذا أنا قوحان وأنا قوتل نور رعمي إلى هذا وإذا عضاد قار كوخص بيه قاران كل عن لبضبا كيف يعامل والد يوسف ابنه هذا سيد الله رقم يوسف إنا كيسة يعامل معاملة الأصدقاء يعني خصوصا من رئيسك أوه أني لا تشهدو صاحب لا إنا كيسة إلى أي شيء يحتاج المجتمع برشد محيوبة هانتاي يحتاج المجتمع إلى قوة الشباب وتجربة الشيوخ لبضبو يبهيهن حوق للي يرد إعصب يوى أرق النمضة بسلاتي أضياشي قامرتي أبي كما دبعانكا إن لقم مارمين مفردات تنوى أريو تدريب واحد ليريسك كوبات إمن لبوحي الفراغة ماشا بنان بالكلمة أريقة المناسبة كوحبون من الصندوق واحد كسو قاطا صندوق وهالكا بلوغة كوقرن أريدو تبتحان ليسكا ميلو البتورة اتكوها بورو سوقات على الله بهالكا كوقرن وواحد واحد سوقاتا ايق نمبر كافراد اما كلمة افراد اعتمد كتير سنو كنا كالسونو وكاشو على الله الهي اتنين والديك بهالكا كوقرن واحد سوقاتا نيسا كلمة دا سنات او احترم والديك حرمي يحشمي لبدا دو والد ثلاثة الناس معاملة طيبة يالكا كوقرن واحد سوقاتا وفيرسو كلمة دا كوباد هوريسا او محي عامل كل دقن الناس ضدك معاملة طيبة دقن وناسن كل دقن أربعة النصيحة أيالك كقرن وحد صوقاتها كلمة اللحاد أو اتبع راع النصيحة تواند يترد لقصيه خمسة في هذا الموضوع أيالك كقرن كلمة السحات صوقاته فكر كفكر في هذا الموضوع موضوع عن كفكر كلمة صوقاته ستة وحد قرن هذا الثوب مرضا وحد ناس مركا البس حرو وكلمة اللبات هذا صوب مرضا حرو تدريب تاني ليلة اللبات سل حريري بين الكلمتين لبضا إري المتضادتين إيسك سورة ده حريق السوحد وامحي قوة بهالكا كقرن ضعف أي قوة وأود ضعف وأود الآن لبضا صاد سكو حريسا ياخذ بهالكا كقرن وحكا سورة ده وقادن يصومها يعطي بهالكا سورة ده وبحنية لبضا نحريق السوحد الشباب بهالكا كقرن وادلين يرو maxaa kelmadda u dambaysaa ku qor halka ashiikh odayaal xariiq isugu xid iyanfacu ba halka qor waxbu taraya waxa ka soo jeeyay durru uu dhibaya xariiq isugu xid al aaba oo ba halka ku qoran waxa ka soo jeeyay al abna inamadi yaani aabayaashu dhaleen labadaan xariiq isugu xid al muhaajirun ku qaxuntiga aha ayaa halka ku qoran al ansar ba ka soo jeeyay ku gargaaray labadaan xariiq isugu xid hadaba aswaatu imkana waa codad iltiqaa sawtayn waxa kulmay laba dhawaaq ama laba xaraf المثلين أو إسلامي ده وحن صومر هلا بحرف أو إسلامي ده هدا إسكو حجاج أو كهر ريبين يهاي كده مرة حركة يسني يهاي هل حرف أو شدة مالس كده ديجا تدريب والله ليش ضع علامة صواب علامة الصح ليك أمام الجملة جملة هرتي ده التي جملة ده ينطق فيها لوجود واقعي المثلاني لبض حرف إسلامي ده كصوت الواحد سيد الواق كلية المشدد أو الأتكي أو شدن استيقظ اخذ وها توسي ظهير با توسي نك ليلى وفرس وات وات اوهرس واحد لبد ابو حركيسين لبد حركيسين لسكم شدو لم يجلس سالم ولا اسكو شدي كره لبد سالم ما فديسن واي كورن ريبن يحي كدنبنا هو حركيسين يحي ما سبب في ذلك ما هو سبب ارنتا ما هو سبب waxaa kale oo markay ushadkaasi leedahay qad dakhala at-tabibu waxa soo galay dhaqtarkii tan waxa markaa qoran maxay qad wadaal reeban iyo muxuu ahaa taa horeyo laba xaraf oo isku xiga malaha laakiin tan ale qad dakhala at-tabib qad wadaal reeban dakhala oo xargeysan wala isku had wala isku shidi kara hal la qayta akhii walaalkay ma aragtay ma la kulantay hal iyo la wa laamka horan uu reebeen ka dambana waxa xargeysan yahay dakhala luqmaan labadan waa laba laam oo xargeysan iyaga la isku maaratay isku dhaqmi maayo ka hore ayaa la xarakeysan raayto turkiya turkiyaan halkay waa laba taoodo labaduba gudan yihiin marka la isku dhaqmi maayo zeynabu raad turkiya wala isku shidi kara oo midna way reeban tahay
من هو حركي سنتهاي ست تسعة هل لك أطفال ما لا ده عرور لبدن ولا سوسي ذكر الله أمك هل وره بيك دمنه حركي سينه سافر رجلاني واحد سفري لبنان لبدر رودن لبدو حركي سين لسكوش دي مايو ملاحظة النحوية وأوفرس حاجة النحو ده يتشلع على قوس مايني ضمائر الجر المتصلة تنوح ويا الضمير هذا خاص طبعا فعل كودنا لحجسن مركا وحوي متكلم مد قف هضليا أهرى مد هضليا مخاطب النوامد لا هضليا غائب النوامد مكان ولا جور رميو هتبقى لا هضليا وحوي قيس ما يا المتكلم يا يعني قف يسقو هضليا شيء يسيو نا المتكلمين إيو نا أضد بدنو هضليا أما أبو يران لا بقف كورن تيدو مركا وأنا وحوي خاص ربانون ولي هو متصل منفصل ما يشم مع الله يعظم مجروركم منفصل بما يعيشوا يا المتكلم بانكو رينينا أمنا المتكلمين لي خمسة أطفال وحن لا يشن عرورة لي يا ذا سوي هوس دبنت هاي وضمير متصلة لام كا هوس دبية كتابي قديم كتاب كده كتاب جبوبي يعني كتابي كنا وحوين يا ذا سوي يا ضمير مضاف ككتاب كابا هوس دبية لنا أننا وحن لنا مدارس ومدارس دو منتشرة كوب أحسن ذلك oo meelo badan yaani ka sameeysan lana naadaasi waa naal mutakallimiin way hoos dabanto laamka hoos dhibaya madarisuna madrasada hayagu kaseeratu way farabadan yihiin kana waa maxay waa na oo mudaafka hoos dhibaya oo ama xaraf madarisuna kaseeratu madrasada way badan yihiin ama mudaafka hoos dhaba ama waxa hoos dhaba ee xarafka hoos dhaba waa idaafada caamilkeedu ama de xaraf buu noqdaa ama mudaaf buu noqdaa مخاطب كانوا وكيل له لي كأبا كمذا أونين لله الله يشجعته كيبا كمذا قبر الله هذا يشجعته كوما لبا لله الله يو لبا أرجع يدوم لبا دوما نكون كرا أمني أن لبا دوما كلا دوما نكون كرا أما لبا دوما أما لبا رجع نكون كرا كم نوا أرجع فر بدنون كن وادوما بدنون قلمك قلم كاج نيهو يو قلمك هذا قلم كاج قبر يه لبا دوا كوا جديدان لبا دوا عصبيهن عند كوما لبا دين وح أجيالا ما تريدان وح دون يسين بين أجيالا عندكم الله برهق نقوم كرتا الله بدو مرة نقوم كرتا نني يقبلنا نقوم كرتا بيتكم كبير رجيه وجري جريجين ووين هاي مركا كم تاسين وجدنا مضافة هاس طبي عندكم أنا مضافة هاس طبي أنت هو مضافة هاس طبي أنا صامر هيمك جاء هذا شيء جريوح وكيمد من كنا إذنك حقينا كنا حرف جاره من أبا هاس طبي وأنا جمعي ضمر كها مخاطب كها غائب نوا مد مكان ومركا لا جور رميو ها وانك كليا ها انا وا غبدي كليا هما وا لبا رجي دمر بو نكون كران هم وا رغ بدنون هن وا دمر بدنون من يعمل قفك شقيه خير وناق من هديقف وشرديو من هديقف يعمل قبط خير وناق فله اجر ابا البوليه مركا له هذاسي وا ضمير غائبه او مفرد مذكره او لام خوس دبي من تعمل من غبدا تعمل قبط شر حمان فعليها وزر ذنب بادشيده مركا أفرس فعليها هذاسي وحوي وها ضمير غائبة وقفت مرأة وعلى ذهوس لبسو ابنهما لبدو ذا إن كود وح كتيرة في الجامعة جامعة دكتا أفرسو مركا هما ذاسي والله وقف وضمير لم الضمير وح شيء الضمير وحنا هوس لبيه مضاف كلا بدا هما ذا مدينتهم مقال دودو نظيفة توما من نظيفة هم جمع رق أبيت المانتا وأنا ضمير غائبة وحنا هوسد بي مضافك عملهن شقدودو وحي تاي في البيوت قريها يعني قريها هيك شقيان وضمركي عملهن مركا هن وضمير ضمر وبضن أو غائبة مضافك أنا هوسد بي تدريب والليلس ضع واحد اكتا خطا حريق هوسدك تحت الضمير الجري ضميرك هوسدوغا في الجمل التالية اي كتيرة جملوينك سوس عضا ضمير هوسد بي كتير اي حريق ماري هلا قرتي وبين نوعه نوعي سنة الشيقو وحتى واضمير عين كاسا كما في المثال ساتصالها لقوسي إن لك أدقى وحا كوسك نادي ألا تجوع فيها إن أنت سنده كوكاتون ولا تعرى إن أنا دمارة تكون أردين ضمير المخاطب ويهيان هل كو هوس ديك كاف كو هوس دي وانا مخاطبوري ومفرد مذكر الله الله مخاطب على المفرد المؤنثة ده محاكو حقا اتنين ورفعنا لك ذكرك وحانو كرو قادنا أدقى حسكا جيبان كرو قادنا مقعالي لك بعض هوس دبيسا وحضرنا سمركا ومخاطب وحضرنا ضمير مخاطب كأذن وطارسا كافن كله وضمير مخاطب الله وضبا ثلاثة إنه كان بكم رحيما
wuxuu ahaaday ilaahay midiidii naxariista u fiirso bikum weeye marka bikum waa bikum baad kumtaad hoos dhigaysaa waa damiir yani damiir waxa weeye mukhaatab ah oo weliba lala hadlay jamac lab ah oo majruur waxa hoos baada hoos dhigaysa walahunna mithlu ladii calayhinna waxa u sugnaaday dumarka xuquuqda lagu leeyahay oo kale walahunna iyo calayhinna labadabood oo calaamadinaysa midna laamka hoos dhigaya midna caynka hoos dhigaya midna calaada hoos dhigaysa ay dhaahdo midna laamka waxaa loo dhahay markaa damiirun ama damiirun gaa'ib baad odhanaysa waa mid maqan oo jamac dumare sheegaya khamsa tacallamuu min ansaabikum maa tasiruuna bihi arxaamukum tacallamuu ka barta min ansaabikum abtirsiintiinna iyo isirkiinna waxaad ka barataan maa tasiruuna waxaad ku xidhiidhisaan bihi abtirsiinta aada baranaysaan arxaamukum xigtadiinna haddayba abtirsiinta aqoon xigtada ma xidhidhan kartaan soo maaha dadku intuu ku kala jirana ma garanaysid abtirsiinta barta waxaad ka barataan inta xigtadiinna aada ku xidhiidhin kartaan marka halkeed calaamadinaysaa fiikum waad calaamadinaysaa waa damiir mukhaatab baad odhanaysaa sababtu waa maxay waxa hoos dabaya ee fiida ee bacda humaana humaadana calaamadii iyadana waxa u sababa ee mudaafka bacad ayaa hoos dabaya markaa damiir qaa'ibana weeyaan halkana waxa qoray sabca wa fii anfusikum afalaa tubsiruun iyona fihiinaba miyaydaan arkaynin ayaa ilaahay leeyahay balaad oo firso kumtaa waad calaamadinaysa waa damiir mukhaatab ah oo majruur ah oo mudaafka hoos dhabayo rakcat alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada raacadoo sunnaha ah ee salaada subax ka horeeya ee waa beriga ayaa ka khayr badan adduunyadii waxa ku jiraba fiiha baad calaamadinaysaa oo damiir qaa'iba ah oo mufrad mu'anatha ah oo fiidu ay hoos dhabayso minhaa khalaqnaakum dhulkaanu idinka abuurnay wa fiihaa nuciidukum dhulka gudihiisaanu idinku celin doonaa xabaar ahaan wa minhaa nukhrijukum dhulkaanu idinka soo saari doonaa taaratan ukhraa mar kale minhaa waad calaamadinaysaa fiihaana waad calaamadinaysaa minhaadan kale waad calaamadinaysaa intuba damiir qaa'iba weeyaan waxaana wada hoos daba intoodaba xarf min iyo fii kale ah kumta waad ka dhaafaysaa damiirku waa mansuub inagu waxaan imika doonaynay damiir aljari ayaan damiir hoosta oon unbaa layna weydiinaya fahmu lmasmuuc iminkana waa wixii la dhegaystay oo la fahmo marka waxaa la dhegaystay oo la fahmo waxaa looga jeedaa cajalada hortiina dhegaysto oo shariidka la dhegaysto istamic ila nasi hadalka cajalada ku duuban dhegayso tumakhtar aljawaab asaxeex jawaabta saxda a dooro biwadci daa'iratin waxaad dhigtaa goobo saad ku dooranaysaa waase goobo geli xawla alxarfi lmunaasib xarafka meesha ku haboon jawaabta ka ku haboon goobo geli waaxid limaada yufadilu maxay u doorbidaan ashabaabu dhallinyaradu atacliima maxay u doortaan inay waxbartaan cala zawaaji guurka maxay uga doortaan maxay tacliinta u horeysiiyaan ee guurka u dambaysiiyaan alif lianna tacliima afdalu min azawaaj dee tacliintaaseedaba ka fadli badan oo ka wanaagsan guurka ba qad yamnacuhum azawaaju waxaa laga yaabaa inuu ka hor joogsa guurku min muwaasalati daraasa inay waxbarashada sii wadaan inuu ka hor joogsaa laga yaabaa ajim khawfan min azawaaj mee guurkay ka baqanayaanba gebigiisaba inay guursaanba haddaba taynu saxayna waa ba'da waxaan leenahay qad yamnacuhum azawaaju min muwaasalati daraasa guurku wuxuu ka xanibi karaa inay daraasada iyo waxbarashada sii wadaan haddaana inta hore aanay waxbarashada adkayn oo ay guursadaan guurku wuxuu xanibaa mas-uuliyad buu qofku qaadayaa inuu waxbarashadii sii wado dabeedna saasay u horeysiiyaan itniin aglabu shabaab dhallinyarada inta badani laa yufakiruuna kama u fikirayaan fi zawaaj inay guursadaanba inta badan wax hamigaba ku haya iyo haabka ma jiraba oo talidiisaba haya maxaa alif maxaa u sababa haddaba alif liannahu yukallifu kahiiran kharashka uu kallifayo oo ku kacayo ayaa badan ba liannahum yufadiluuna ikhtiyaara zawjaatihim bianfusihim mee waxay jecel yihiin inay dumarka iyagu xushaan oo aanu waalid iyo cid kale kala taline nin walba istuu isagu doonayo inuu xusho ayuu jecel yahay oy door bidayaan jim lianna tadakhul alummahaat hooyooyinka soo dhexgala ee guurka marka laga tashanayo ee ta hooyo anaa kuu doonay inaan wanaagsan adigu garan maysidi carabahayabay ku badan tahay inta badan innaga way nagu yartahay hooyooyinka soo dhexgalka ay soo dhexgelayaan yusabibu mushkilaatin ayaa dhibaatooyin badan dhaliya oo markaa kala aragti bay noqdaan oo waxaa laga yaabaa inay qaar badani dhallinyaradu ay la fahmi waayaan waxaan hooyooyinku sheegayaan waxaana kalifa dumarka inta badan way kala xidhan yihiin raggu dabeedna hooyada ogaan kartaa ama ay u dirtaan inta badan
waxyaabaha kala duwan ay ka mid tahay marka hooyada awood badan ay ku leedahay guurka marka dhaqanka carabeed marka wuxuu leeyahay waxa kalifi waxyaabaha keenay dooranayna waxaanu qaadan karnaa ka ugu horeeyo ah laana uu kalifu kaseer kharashkiisa badan dabadeed badan baa dib uga joogsadaan dhalinyaradu iyo kharashka ka baqaya imaka waa maxaa halkan wuxuu yiri 3.95% من الشباب بقول كي بشان إياس تغاشن للي يردو ألف يرغبون واحد جعليهين في زواج من بلادهم إنه ودن كودك قرسان هبلها دل كودك هذا الشيء با لا يرغبون في الزواج ما تعالى انت وضا بضني انت بقول كي بشان إياس تغاشن إنه كقرسان من بلادهم دل كودة ما تعالى جيم يرغبون واحد جعليهين في زواج إنه كقرسان إنه قرسان من فتاة إنه للي يراغ شانتها وأجنبية دل خلاورة لطي مرغاح نقاضنا إنه يرغبون في الزواج من بلادهم انت بضني ساسي جعليهين oo gabadha ajnabiga ah dhaqankeedii afkeed midna aanu gariyay diinteeda waxa ay ka jecel inta badan qad ay isfahmayaan 1990 waa laga yaabaa san taas oo hadhay inay meelaha kale jecel yihiin ama ay xiseeyaan ama haday ku koreen meelaha kale iyagu 4 kathir min ashabab in badan dhalinyarada ahay yufadilun waxay door bidaan waa jecel yihiin 1 ma alif aan raahdo an yaxtaru zawjatihim in iyagu doortaan haaska ay guursanayaan oo isagu ka raali noqdo jecelado inuu guursado ba ikhtiyaarul aabaa li zawjat waa jacayn aabahood u xulo ura aabahood waxan ku kartin aad inta guursato jiim ikhtiyaar ummahaat li zawjat in hooyoyinkoodu xulan marka waxaan oranaynaa inta badan waxa jacayn ikhtiyaaru zawjatihim inta badan iyagu doortaan waxaan wax dabeecad xuseeya iyo dhaqan qofku leeyahay oo aan dadku isku dabeecad ahayn isku dhaqan ma aha ee dabeedna iyaga inta badan jacayl inay la soo baxaan tay dunida oo waa taa horeysa alifeen saxayna ay ikhtiyaaru zawjatihim iyagu inay doortaan oo laga yaabo waalidka oo kale inay jacalaniba أما هذا أنا سيبودي كلمة ما دام أنا سوبر كورة حلم 5 أفضل عنوان عنوان كأما شيء قوي ناسن لما سمعته عنوان قوي ناسن وحاط صوم قشي هو وحاط مقشي إنه صوشي يعني هو وحوي عنوان قوي في عني ألف الشباب والزواج للي يرد يجورك باء الشباب والتعليم للي يرد يخبر هذا جيم الشباب والتعليم والزواج dhalinyarada iyo waxbarashada iyo guurka oo socda intaba marka ka saddexaad ayaa sax karnaa ashabaab oo tacliin iyo zawaaj yaani ardayga dhalinyaradii iyo waxbarashadoodii haddana guurkood oo inta badan saasay isu raacaan ilmuhu markuu daakaco miyuu wax u guursanaya waxa ma guursan karaa bilowgaba madrasad baa la geynaya marka tacliinta horreynaysa inuu guurkuna waqti dambe oo waxbarashadiisi inta badan uu dhameystay takallam tadriib waahid imika waa ku hadal وحيل الصورك تي هذا بلي يسكت واضح ويه تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك ويديني ورث علين إسويدي هذا صاحب كا سؤال يجواب وإسكت ورثته نشاط ثنائي وشغل بني قبنيان وما هي واحد ما نسبة الشباب ما هي تهاي بيرسنت كا هذا اللي يرده إلى الشيوخ في المجتمع مارك الله يغو سيوك البدين أو ياشا إيوه اللي يرده والله جاي أبا أنا هذا جو بدين اللي يرده وحلاقي قياس كرا nin walo odayba inta u dhalay intaan meel kale beegin isay dadkiisa ka badan marka dhalinyarada ragyadu war buu yihiin dhalinyarada inta badan noqota haddii uu yartay 107% 106% hadii la eego waayo waad arkaysaa mujtamaaco inta badan oday kasta waxa laga yaabaa 105% in ka badan waxbay dhaleen waxaasina iyaga ka badan ba intaan meel kale beegin marka suudar اثنين هل يحتاج المجتمع بلسد يدد وينهم او باهن يهي الى شباب وحدهم بل يرد قولهم او باهن يهي كليا او دياشي مكمار ما اسلامها هدو كم او باهن يهي هدو او باهن يهي لن يرد او قولا لماذا محوق باهده هدان لن يرد او قول او باهن يهي محوق تذكر لن او قول باهن يهي كوانا ذاك جوابه ثلاثة هل يحتاج المجتمع ما او باهن يهي بلسد وما او باهن تهي الى شيوخ وحدهم او دياشي او قول يددك وين قولا لماذا محوق باهن يهي وين كليا كيف وان صام روح لو بهن يحي الى قوه الشباب وتجربه الشيوخ لبدا حوق دليلدا iyo xubta odayaasha ya lo bahan yahay makala marmayaan 4 كيف تكون العلاقه بين الشيوخ والشباب say ku haboonta inay noqoto xiriirka u dhaxay odayaasha dhalinyarada waxa weeye inay noqoto inay noqoto calaaqada al-asdiqaa oo kale saaxiibayna noqdaan ininkii odaygu waxaan isweydiinaa iswareystaan talada kala qaataan ta u wanaagsan qaataan mid walba raayigiisa la xurmeeyo ka yar iyo ka weyn ka yar meel buu ku xogagaali oo nolosha imka isaga odaygu noqon waroon odaygu wax badan u fahmayeen baaba jira
kayro waxyaabo badan oo aragnimadiisu ay gaarin ayaa jira labadii ma kala marmayaan hays kaashadaan waxay weydiyaan qof waliba xaq uu ku wanaagsan yahay halaga qaato tusaale ka soo qaad tacliinta waa laga odaygi laga tacliin badan yahay inankin waa laga waayaysan marka laga tago aqliyada kale ee Ilaahay u kala abuuray noloshan imi kale joogo tii hore iyo waayarnimada odayga wax gudaysan tan imi kale joogo ka yarba ka xariifa wixii baad dabadeed la isku dareeyaa la isku miiraya oo muhiimad la qaadanayo كيف تكون العلاقة بين الآباء والأبناء سين قلنا سواء محي وعلاقة الأصدقاء سين صاحبها هو رقمان كيف تعامل والديك سين دول رقم يسأل لبدا هذا والد وحضر رقم يسأل يعني تحترمهما واضح رمين يسأل وكيف يعاملانك سين دول رقم يان معاملة الأصدقاء يان كل رقم صاحبه وكل كاري تام بوناك سين تدريب تاني قارن واحد سبور بردكتا في فريق كوح من زملائك أدي وكل أحترق كوح قارن سبور بردك في فريق أديكوا كوح كل أحترى ولا شقيني من زملائك صاحب هذا بين نشاط الفريق وكوح بس قدم قمرس بين هالكوت على وحن صوص عدد بين محي واحد أب أب يعامل ولا رغم أولاده عرور تيسة الكبار ووين رج ووين ولا ريب ولا رغم معاملة الأطفال سيد عرور تأكله هو محي ساسي لا يستمع إليه ما بدك يستوحى الشيخان ورقة مع ذاك صباحي سنة وأودي جبوبي kolka waxbaba kama dhageysanayo walaal taxawar ma aamulo mana sheekeysto oo warbal maxaa barateen maxay na anfacaya maxay ugu dhaantaan maxaa say iga baahantay ma ilaahde warsay saayelo oornaya walaal xariib aarahum aaradoodana ma xurmeynayo in wax garanayaan oo ma haysto xaba garanmaysan buu oornaya itniin kaas waa mid iyo abun aaba kale bayna abin iyo bayna abin aaba kale oo uu caamil ula dhaqma awlaadahu arurtiisa alkibaara ku waaweyn yaad rag wax bartay aqliga leh mudakarka ah ee muamalada al-istiqaasa saahibada oo wareysta yasmuu leh mu dhageysta waxa sheegayaan way taxawaru maahum buu la sheekeysta waan la dooda xataa hadii ay u baahantay wax is qancin way xarima araahum aragtoodan uu xurmeeyaayo meelaha ku saxday yihiin uu qaata labada isbarbardhig labadaas isma dhawa kala qaadanaya wax weeye ninkan muhiimka ee dadka la tashanaya ee in wax la dheer yahay og ee in wax soo korin kara og ee faa'iideysanaya isna haddu waxay faa'iideeyeen macangag looma baahna mar ku dhaga oo isagu waxan halka jiray doon looma baahna ka nin ragii wax weydiinaya la doonaya tahayya tan waa diyaar garayn fakir ka fiirso fil ijaabati inaad ka jawaabto an asalati taliya su'aalaha soo socda inaad ka jawaabto waahid mal mushkilatu maxay hin dhibaatooyinka alati dhibaatooyinka yuwaajihuha ay la kulmaan ashabaabu dhalinyaradu alyawma maanta dhibaatooyinka hortaagan maxaa kamida adduunka maalul dhibaatooyin baa jira dhibaatooyinka maanta shabaabka ama dhalinyarada hortaagan maxaa kamida itniin man yuqallidu ya dabagala asqaafati aqoomaha alajnabiyata ajnabiga dalalka shisheeye kathiiran in badan ma ashabaab waa inta badan raaca fikradaha gaalada iyo caalamka kale ka yimaaday oo madaxa kale ama shiyuux mise inta badan odayaasha inta badan odayaasha lama karo wuxuudii holmay ku dhigsan yihiin waxa inta badan la bedeli kara ku dhalinyarada talaata هل كل يشاهده هل كل ما يشاهده وح الله وح يداونيان الشباب اللي يردو في التلفاز تي في جت تلفزيكا جيد الموح وانا اكسن بقى تاسنا وما يعضها اربعة ما معنى الغزو الثقافي ما هلا يا هلا ويرك حق اقونت يدو لي ماتك اقونت اللي اسكو سود دولو او مدى مسيح هذا اللي قبصده او مدى حيث مجل لقرهو اللي كان شامية ما هلا يا هلا واتان شيء نويه waan lagu soo duulo dadna aqoontaadiba la qabsado xaq kale lagu yimaado lagaaga yimaado hadaba isaga ka jawaabaya min mushkilati shabaab dhibaatooyinka dhalinyarada maanta haysta waxa kamida kuwan baa kamida yuwaajihu waxay maanta ka hortagaan oo ay la kulmaan ashabaab dhalinyaradu mushkilati dhibaatooyin kathiiran badan fi hada casr waqtigan markaan noolnahay wa min dalika arinta waxa kamida mushkilatul ghazwi dhibaatada ah weerarka asqaafi xaq aqoonta aadiyadu isku hayso yani waliba doonayo fikradiisa inuu aadiyada ka dhaadhiciyo manhajiyada libiska oo dhageyna in lagu socdo aladii kaasoo yaati ku yimaada fi suwarin tilmaamo kathiiratin farabadan buu leeyahay midla sida muharabati luqa in la dagaalamo afka iyo luqati afwan muharabati luqati wa thaqafa afka qolada leedahay aqoontooda in la baabiyo oo bacaldiintoodina ku jirto iyo fard luqatin in lagu khasbo afaf umada ku hadlaan iyo waqafaat aqoomo umada ay leeyihiin ajnabiyatun oo shisheeye ah maxalluha meesha ay ka timid yaalka ka socotaaba ay sheeye tahay af shisheeye iyo arin shisheeye iyo diin shisheeye iyo dhaqan shisheeye la isku qasba
كدعوة تدك وحلاقو باقة سدعوة يباقة التي دع باقة صو نادت كل واقدي بترك اللغة العربية إن لقتك في عربي جبي جدا يدك عربي الله وباقة أوليدي سيدان وقهرن هيان كهر مركه يا الدنيا دو أكشرتو يا يوروبيا مريكان جارين وإلا برتا إنجليز إنجليز كلا برتا لغتا إسكداية أف عربي قا يو استعمال اللهجات إن الاستعمال اللهجدو المحلية أو ضلك أوكر جارة أو ضل وربنا أف جارة اللهجات جارة كهذا ويلي نمكا اسمنا أفكرتان مرة فربضا إمكا بدي بلوسون ولي واللوكل ترجمة مدي عربي ما حصل له يليا لتمزيق الأمة إن لبربريو لجوجويو الله كتفه الله قدر يغيبه أمة دي عربي واي أمدا وهذا اللي كريني حما قايف سنكرتو حنا اسمه فهم سنكرتو وفصلها إن لجوجوي أمضي عربات عن تراثها تاريخ دي دي قيمها بطنيد إسلامي هاي ده قن كيد لجتشره أو الأفقي هذانة قرن وده قن كوك قرنا ما آخر سنكرتيد ما نقرن كرتيد لما نسيس عنكرتيد أو كدعوة أم وباق لا يسوي يريو إلى تدريس العلوم أقانت إن لقو برتو لقو نديقو إن أقانت لقو نديقو في الجامعات العربية جامعات عربية واحدة لقو نديقو في اللغات الأجنبية لغات الأجنبية واحدة وحبر شدة منهج كم مركز نديقيو هلا نديقو دوسي هو صدق حسره أف عربي مرة ذي جامعات قالوا إنجليش هلورهجو أيال لقو يري ولا سوتشي دي سنة أدوية دولة كان قادنو أيال أورنيا أدوية دي كنا نفكرنا إني وح عالمية لغات إنجليش كم إنجليش هلا قري إنجليش هلا قري وقت عثرة راد بي كوية رتي وراد قاربة راد قصة ميسي بعض الشباب نليل قار كمدة في هذه تعود تعود هاسي أما باقي هاسي راد بي كورة قاربة يقول لك نقول هذه والواسع في مشكلة واحد تانا كم تركي إنك بحنا عندنا لما حل كرنو تان الدنيا دسان وافقرنو أفكر أمبرن فأخذ واحد بلاعبات كاس واحد بلاعبين نليل هاسي يقلدون يتبقى جران أصحاب اللغات والثقافات الأجنبية تذكر برتاي لغتها الشيء يدق مذا الشيء يا قنط الشيء في كلام هذا الكبير كره عن أف كبير برتين وسلوك مدق كودين وكره عن مركا يشعر الشباب واحد رئيسين تذكر أن يرده أحيانا مركا قارثود بالتناقضي إسكو هرمات كده حياة بين ما تعلمه وحي وخصوصا برتاي في بيتي جورجيسة يوم مدرستي مدرستيسة يوم مجتمعه بلشدي وخصوصا قري جورجي أبيه هو يدي يوم مدرستي سكول كيسي يوم مجتمعه دت كودي ومن أخلاقنا أخلاق دي وخصوصا برتاي صوبانيد مثلا إيوه بينما يبثوا وحلقا باهين إيوه في وسائل الإعلام أذيك إسكارسين تووحان كسعودة أيها أنت خبرين سكهوري مادة أو كلام حي من أخلاقنا أخلاق يدقن تخالف كسهور جيدة أخلاق مجتمعه دقن كي أولها داد كيسو إيوه الدين هي دين تيسو أيلا حيد وحكا سهور جيدو كلاكل ما في فييدة تربيت بخصوصا قاتي جوري، تربيت بخصوصا قاتي مدرسة دي إسكول كي، تربيت بخصوصا قاتي أمديسي تي في جبو فري، وأخلاق خصوصا بحياة، لأنه واحد واحد مشكلة دني، وخطو وخا، وكثيرا ما تنجحوا وحبذا بيكون جوري سيتي، تلك الوسائل، واحد لهذا أديجا إسكارسين تي تي في ده يو حيابها الإنترنت كي يوحني، يو ويب سايت كي، يو فيسبوك يوحني، في التأثير، واحد رياض كوي عشان إن بدن ويحكب دلين في بعض الشباب. قال يرى البركود وحبذا كبدلين ولا على وح لقيا با هذا وسائل الإعلام كاسوها أي سمينا يعني إنه يهي سبب انتشار المخدرات وحيابها آذو فافي مندوريها ترى لك الإسلام ككبدي يولي جريمة الدم بك خدشة دم بيد فالدم بيد قف برك الصخرامه بقول دم بيبو قلا وسائل الإعلام كان أنت بدنا كسوق عطان اللي يرد بالصورها المختلفة دم بيد كل دون الجرائم كأكوس جيشة دعايشة توجد أبر عدم هذا يشاء أكل الدوني واحد كي مادن وصار علامك في بعض المجتمعات ومدها قاركود يدلك قاركود يشكو واحد كعوانا ناقره الشباب اللي يردو أنا من أنا المجتمع برشدة أكده شين لا يهتموا إن أنا كده دالي بهم اللي يردي كثيرا إنفر بدن واحد أمسين اللي يرد بدني دت كود يد ولد دودو إن أنا وحترو سمينين وحنا أنا وقبلين حلنا أنا إسكساري ويقولون واحد هذان مركي هلا يان عوانيان اللي يردو إن فرص التعليم شانس كوح برشدو العالي تعليم تسري حاجة شامع عدها أصبحت واحد نقطة قليلة المدير واللي يردو شامع عدا إسكمو ضب حين كران منو ذهلي كران والدكودن أمها يان شامع عدد دي بديدنا مهلان هذا أبا هذان وحيابها سيد هذان وإن الشباب اللي يردونا بعد أن يتخرج حتى وإن الشاب نكد اللي يرده بعد أن يتخرج مركز صوب حافل جامعة حتى جامعة دوقلين تبيو لا يجد العمل المناسب شققه هبون مهري بيلي وعلى كل خروف برسالة بعتبه
هذا هشام مركز صوب هذا شقينا هشام يعني بقى تقبلين ويرى واحد أور كان أوكره أن الزواج جور كينا أن الزواج جور كلفت يسوع يكلفه كثير خلاص بدنك كعيو وحاليا هذا جور سيستر هذانا مجوين كثير جوركي هو حق قارية جورك أقل قلك يصير أنتي يوحى لما وذا كديدا وهذا يشرع وصلا أي صوت شيئا اللي يرضو من المال خلاص بدن بوبه يجور أورنيان ولا شك شككم يشرو أنها أن الشباب اللي يرضو على حق رم بيشيجيان في كثير من بدن أو بما يقول وحى الشيجيان بدن بارهنا وشرته وعلى المجتمع هذا بقى وح واجب قا برشوين كأمضى أن يعمل إنه كشق على حل مشكلات الشباب إنه وحكت قبته لبعتها أي كعمان يان اللي يرضو إنه وحكت قبته والله قام مارمان برشيد إياه أمضى هذه أنا وده جنقولان وأنا ده جيسنين واحد لبعتوه ككينا أما تهريب كي مادو أما باب كي مادو أما بربر كأمضى كي مادان أما كعذان ندى إياه مظهرات ده إياه كهرمات كحكومة ده وحيابها برابي كم يدهين مركب اللي يسوده يمادان إيرها أوضي يا رب إن هرف ليه أرسل بين يجا هرت هاجن أرنكين يجا هرت هاجن على الله ترى يا نم تران وحن دبعت هذا كم قبنا يان ويسود الشيعان يسود القنعيان ويكود دولامان دبعنا ويكود تعان مرفر بس يتران جب جدبه إن وحلاق قبطان هذا بقى ولا قام مارمان حتى يشارك هو سأقد قيب جران كل خدم به هدي وحاء كعمل وحلاق قبطه في عملية البناء هوش اسمها تلك هي كقيب قاتان مركب معها إن ليس لقام مريو عبشت هذا اللي يرده هدي وحي لو يا وحل كيدا لكن وحي اللي هلي كرو أرهن إياه الدون إن لرقبتها مهمة يقوى حوقي وأنا ما كي دلك لها وضطي وضطي وحكا نقوني هدان لو ديقن نقولان ولن ديقيسن ونبر كودا لطيين لبات هيدا ليان مركز دنبي واحد عن أنا كتا خلصنو وحان إنه هرتاقن وماشي أن لو ريقنو تبدنا أن أرهن تبا هدان لدينا حاجة كالأور هقنو وينو وان كتلنو لباتتن أو أفرتن أو دي ماشي مرفق ليه وسيم كاي قران واركتين جيريده دي كو قران اعلام كشيغيا دليو دخبل لو ما اوغلو كراسي لو ما ديبي كان لما سمينيو هايسك دغيسنينا با لاغو ليه دغيسو وخ جيري 177 ددكو وا ايغا هدي كوغو سو جيتان اسك مو وابين كرتي دبنا وا ان لو سمييا وخ كقبشو يينا وا اني فهمان ان نولوسي دباتدان ليدahay او هورو لو سو مري او وخ ني جيري جيري او كوينو سو مري او ككدميو مريو نولوسو دباتا كما دماتو وا ان استقنعيان ماها او ايراها وخ ولبو وا سدان انغا سخانون ماها سكستوا دبات لغمو وايا نولوشه وادكيسيد بايدي لغدونيا والله اعلم بالثواب وبالله التوفيق.